صباح نور مشاهدينا. أصيبت السيدة الروسية أنطونيا ميخائيلوفنا 62 عاما بانهيار عصبي بعدما شاهدت ابنها المتوفى يطرق باب منزلها، علما أنها تعرفت على جثته بعد اختفائه وأكدت للشرطة أنها تعود لابنها. وفي ذلك الحين نظمت زوجته وابنته جنازة له تلتها عملية حرق للجثة. ولكن بعد 4 أشهر توجهت أمه لتفتح الباب بعدما سمعت أحدا يقرعه بشكل متتال، ففوجئت بابنها المتوفى واقفا أمامها بلحمه ودمه وفقا لما ذكر موقع مترو البريطاني. وبعد ظهور ابنها اتصلت السيدة ميخائيلوفنا بالشرطة واعتذرت عن التشخيص الخاطئ للجثة قائلة إنها كانت حزينة ومستاءة جدا في ذلك الوقت. وبناء على ذلك تقوم الشرطة الآن بالتحقيقات لتحديد هوية الجثة التي حرقت ودفنت. ما رأيك يا توني؟ شخص يعني تعتقد بأنه متوفى فجأة تفتح الباب لتراه أمامك. صدمة جميلة، ستكون جميلة طبعا بعد فترة، ولكن سؤالي أين كان هذا الابن لمدة أشهر؟ نتساءل. يعني أنا سنوات حتى، يعني أنا حشور جدا، لدي الفضول لأتابع ماذا سيجري في هذه القصة والرواية. نذكر بأنه هذا الشاب يعمل في البحرية الروسية وربما اختفى أو أنه حصل هنالك حادث يبرر اختفائه. وماذا ستكون مشاعره تجاه والديه إذا ما اعتبراه وباللاوعي، حتى لو كان باللاوعي، جثة أو ميتا؟ أسئلة كثيرة، حلوة أوقات نتساءل حتى لو ما لقينا أجوبة. التحقيقات جارية. جارية. شكرا لك توني. إذن مشاهدينا سنذهب وإياكم إلى فاصل، نتابع بعده فقرة مع الذات وموضوعها لليوم مجهولو النسب، فانتظرونا.